السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد مع آخر أخبار المنتخب المغربي وشنو واقع مع المحترفين المغاربة. أشرف حكيمي، عز الدين أوناحي ومفاجأة ياسين بونو اللي الموضوع ديالو فيه تطورات جديدة جدا مع رياض محرز واللي أكيد غادي نوقفوا عليها بالتفصيل التفاصيل. وقبل ما نبداو أكيد نبارك للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة التأهل للدور الثاني من كأس العالم بعدما الحمد لله ربحنا منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف. الهدف الأول كان من ضربة جزاء عادية جدا ماركة اللاعب انس العلوي في الدقيقه 29، وايضا بالثاني حتى هو كان من كره ثابته من ضربه ركنيه اللي ماركاه المدافع عبد الحميد ايت بودلا الكابيتان. ثم كيجي الهدف الثالث عن طريق الانيق المهاري الرائع محمد الحموني اللي كياكد التاهل. صحيح مستوى الاشبال اليوم كان جيد على المستوى الفردي والجماعي، بل وكان هذا الماتش هو احسن ماتش اللي قدموا فيه اداء جيد منذ انطلاقه البطوله، ولكن في المقابل ما نساوش اننا لاعبين ضد منتخب اندونيسيا رغم انه على الارض ديالو امام جماهيره، الا انه راه بالينا بالواضح بانه منتخب جد متواضع. زائد ما تغروش او تفرحوا بزاف حقاش تصدرنا المجموعه، لاننا راه اصلا في مجموعه للامانه كانت سهله، اذا طبيعي نكون متصدرين بحكم فارق الفنيات بينا وبين الاكوادور وبنما واندونيسيا. بمعنى اللي بغى نوصل وهو القاصح غادي يكون في الدور الثاني وانت طالع، وهذاك هو الامتحان الحقيقي واللي كنتمنى صادقا ينجح فيه المدرب سعيد شيبه، وفي الاخير حد سعيد للاشبال وديما المغرب. ندوزوا دابا الاخبار اللي عندنا في هذا الفيديو، بدايه مع واحد الخبر على اشرف حكيمي اللي قدر والله واعلم ما يعجبش بزاف ديال الناس، بل انا اكاد اجزم بانه وبنسبه 99% من متابعي المغاربه ما غاديش يعجبهم هذا البلان، واللي هو نادي باريس سان جيرمان كيستعد يقدم عقد جديد للدولي المغربي حكيمي باش يزيد يمدد العقد ديالو مع النادي البرازيلي لمده طويله. وهذا الهضره اللي سمعتو دابا راه ماشي خبر او معلومه او تسريبات وما شابه ذلك، بل تصريح رسمي من الوكيل ديالو اللي هو اليخاندرو كامانو اللي كان خرج مع احدى القنوات الايطاليه تحديدا مع قناه تي في بلاي. وهذا التصريح كما كيبان لكم بارطاجاو العديد من المواقع بتاريخ اليوم كموقع جول و11 مونديال مثلا. المهم باش نحطكم في الصوره ونعطيكم داكشي بالتدقيق، في الاول مقدم البرنامج او الصحفي سول لك اليخاندرو كامانو على ديك الشائعات اللي كانت كتخرج على امكانيه عودته مره اخرى الى انتر ميلان، واللي بالمناسبه ديما كنا كنفيوها في هذه القناه وياما قلت لكم بانها فيك نيوز، واللي متبعني بشحال هذه اكيد راه غادي يكون عارف. المهم وكيل اعمال حكيمي صرح في هذه الجزئيه بالحرف، اعتقد ان حكيمي جعل الكثير من الناس سعداء في انتر، لكن اعتقد ان قصه منتهيه بالفعل. يعني كما سمعتوا وكيل اشرف بنفسه كيقول بان قصه المغربي مع الانتر فيني السالات. طبعا كاين اللي غادي يطلع وتكون عنده وجهه نظر اخرى ويقول لك بان التصريح دبلوماسي عادي جدا، بحكم ان زعما اللاعب حاليا باقي مع الباري وماشي من الاحتراف يطلع ويقول بان حكيمي اشرف غادي يرجع الانتر في القريب العاجل و الى اخره، من باب زعما احترام النادي وجماهير الباري. ولكن في المقابل لو زلنا بالعقل والمنطق، واش الانتر بعدا قادر يدفع اكثر من 60 مليون يورو باش ترجع لك حكيمي مره اخرى؟ اكيد غادي يكون صعب، خصوصا ان المغربي غادي تكون عليه منافسه شرسه من باقي النوادي، وماشي في حاله ما بعدا الباري بغات تبيعو اساسا. زيد اليخاندرو كامانو راه قال بان القصه انتهت، فلو كان مثلا بغير في التصريح ديالو او كان شي حاجه او امكان يرجع الانتر، على الاقل يقول حاليا هو لاعب لباريس سان جيرمان وبان المغربي مركز مع النادي ديالو فقط، اما هو راس الطريق وقال لك القصه انتهت فينيش. ندوزو دابا النقطه المهمه اللي كتعلق بمستقبل حكيمي مع الباري، بحيث الوكيل ديالو عاوتاني قال بالحرف لا اعرف شيئا عن المستقبل، وبين قوسين هذا طبيعي لان الله هو الاعلم. المهم قال بان باريس سان جيرمان يتحدث عن امكانيه الاستمرار مع اشرف حكيمي لمده طويله، بمعنى اداره النادي البريزي كيفكروا او كيستعدوا باش يقدموا عرض جديد لحكيمي باش يزيد يمدد العقد ديالو لفتره اطول، ورغم ان العقد ديالو راه طويل من عند الله، لانه كما عارفين الكونترا ديال المغربي غادي تسالي حتى لصيف 2026، علما انه انتقل في صيف 2021. يعني تخيلوا معايا حنا كمغاربه كنتمناو يخرج في اقرب وقت من الباري، وهما عاد باغيين يزيدوا يمددوا الحبس عفوا العقد ديالو معاهم. على المستوى الشخصي كنتمنى من حكيمي يرفض رفضا باتا وقاطعا اي عرض لتمديد عقده، لانه امانه يستاهل يلعب في دوري اقوى وافضل مع نادي ديال الالقاب، وحبذا لو يكون الميرينغ ريال مدريد. المهم احنا غادي نشوفوا شنو غادي يوقع في المستقبل. ومن حكيمي اشرف الى الدولي المغربي الاخر أوناحي عز الدين اللي خرجت عليه اليوم شي اخبار كتقول بانه غادي يغادر النادي مارسيليا في يناير القادم. قولا واحدا ولحدود هذه اللحظه اللي كندير فيها هذا الفيديو فيك نيوز، داك الشيء ما منه والو، لانه ببساطه باش قلبت باش نتاكد من الاخبار لقيتها من مصادر ضعيفه جدا، وحتى موقع فوت 01 اللي بارطاجيو الخبر ماشي من المصدر ديالهم، فقط كانوا طرقوا الموضوع بناء على واحد المصدر اللي كان ضعيف. المهم باش ما نطولوش في خبر اللي اساسا فيك، فراحد الان ما كاين حتى شي قرار تم اتخاذه من اداره النادي او اللاعب او حتى من المدرب كاطوزو. زائد مهدي بن عطيه وكما ذكرنا لكم البارحه وحسب صحيفه ليكيب الفرنسيه انه في نهايه هذا الاسبوع غادي يتم تعيين مدير رياضي للفريق، ويقدر هذا المعطى يكون في صالح الدولي المغربي عز الدين أوناحي اللي هذا الاخر سواء بغى يستمر مع النادي او يغادر اكيد غادي يعاونوا بزاف بن عطيه، بحكم انه غادي يولي المسؤول على تعاقدات الفريق. المهم كنت
كنتمناو خيرا للدولي المغربي عز الدين أناهي. وقبل ما ندوز لمفاجأة الدولي المغربي الآخر ياسين بونو، على السريع نسرد عليكم شنو قال كابيتان وغانم سايس على الدولي المغربي سفيان ديوب والاستعدادات كذلك ما قبل مباراة تنزانيا وكأس أفريقيا والكثير من التفاصيل. مبدئيا التصريح ديالو كان مع موقع الجامع الملكي المغربي لكرة القدم واللي غادي نقرا عليكم حرفيا. المجموعة جيدة الحمد لله، لدينا وافد جديد هو سفيان ديوب، نفعل كل شيء لكي يتأقلم جيدا مثل ما نفعل مع جميع اللاعبين. ثم غانم سايس زاد وقال نستعد لخوض غمار تصفية كأس العالم، لكن هذه كذلك تحضيرات لكأس أمم أفريقيا لأننا سنواجه منتخبا سنجده في دور مجموعات الكان. يجب أن نستعد لهذه التصفيات بشكل جيد لكي نصل إلى كأس أفريقيا مع اليقين وفعل الأشياء بشكل صحيح وبداية هذه المرحلة بشكل جيد، خصوصا مع ما عشنا في قطر. لدينا رغبة في عيش هذه اللحظات مرة أخرى بالتأهل إلى المونديال. وفي الأخير غانم سايس ختم وقال لدينا الوقت للتحضير جيدا لأن لدينا فقط مباراة واحدة حتى يوم الجمعة للاشتغال على الكثير من التفاصيل واكتساب ثقة للتحضير جيدا لهذه المقابلة لأن الأمور ستكون صعبة جدا في تنزانيا. تصريح كما سمعتو كان عقلاني وكلامه كان واضح جدا وواقعي وما محتاج لأي توضيحات. ودابا ندوزو عند ياسين بونو واللي كيما عارفين هذه تقريبا منذ 3 أيام كنا هضرنا على ديك التصريحات ديال رياض محرز اللي قال فيها بأنه كيستحق الكرة الذهبية الإفريقية على المغرب ياسين، والقصة اللي كاملين عارفينها. وكنا كذلك ردينا عليه بالحجة والدليل وبالأرقام أن بونو ياسين هو الأفضل والأجدر بالجائزة. المهم بعد ديك التصريحات ديال رياض محرز خرج واحد البرنامج خليجي محايد ما مغربي ما جزائري وقالوا نفس الكلام اللي قلناه بالملي هذه منذ 3 أيام بأن محرز كان ثلاجة وما كان عنده حتى شي تأثير مع الفريق السابق ديالهم مانشستر سيتي. أما ياسين بونو اللهم بارك راكم عارفين، وأكيد بلا ما نعاودوا نفس الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت باش ما نطيحوش في التكرار. المهم خليكم تسمعوا شنو قالوا على ياسين بونو ورياض محرز. ياسين بونو أعتقد من أفضل الحراس على مستوى العالم. ممكن كان في تحدي بين ياسين بونو وكذلك محرز، واللاعب الجزائري محرز انتقد ياسين ان محرز هو اللي يستحق الجائزة. محرز انت كنت لاعب احتياط في مانشستر سيتي عكس ياسين بونو، لاعب اساسي امام اشبيليا في الدوري الاوروبي وكذلك في كأس العالم مع المنتخب المغربي، حارس مميز، صاحب اكثر حارس تصدية، تأثير الفني أكثر من محرز مع المنتخب، يقول حارس نص الفريق يعني. مع المنتخب ومع النادي أفضل من محرز. اليوم كابتن رياض محرز لاعب كبير ما نقدر نقول عليه، ولكن اليوم المردود الفني أنت تقيسه على الفريق. اليوم وضع كابتن رياض مع ناديه سيء جدا مع الأهلي السعودي عكس ياسين بونو، عكس ياسين اللي فارق تماما وعنصر يعني كما سمعتوا راه كل شيء واضح وباين وصرح الواضحات من المفضحات. كل شيء كيعترف بأحقية الحارس ياسين بونو بجائزة الكرة الذهبية. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم الصافي، وصلنا لختام وخير الكلام ما قال ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.